السلام عليكم الأحباب، كي دايرين؟ مزيانين، نتمنى أنكم تكونوا بأحسن الأحوال. نتمنى أن يكون عجبكم الفيديو الثاني اللي حطيت، واليوم يكون النهار الثالث ديالي معكم. يعني نعرفكم على الصديقة ديال جانجو، واللي هي العنصر الثاني اللي في العائلة. كنتمنى أنكم تعجبكم، ويلاو معايا باش نتعرفوا عليها. يلا أخويا، طلع عليا ديك الانترو. Yeah, you got that yum, yum, that yum, yum, that yum, yum. Yeah, you got that yum, yum, that yum, yum, that yum. السلام عليكم الأحباب، احنا عدنا من جديد. كما سبق لي قلت لكم، يعني اليوم نهار الثالث ديالي معكم. انا عارفكم على العنصر الثاني اللي في العائلة، الصديقة ديال جانجو، واللي هي جبتها عندها مثل كان عند مي جبتها كان عندها ديك 4 شهور ونص 5 شهور. تبارك الله عليها، بون كاركتير. يعني واخا سبق لي جبت البيرجي المون قبل منها بشهر، كنت كنخدم في الدريساج معاها. صدقت خدمت معاها زينه اكثر من بيرجي المون، حيت جبرت الكاركتير ديالها. يعني واخا ما كتكونش عندي الكانه، هي كتقول لك، هي كترجع لي الكانه، هي كتجي عندي كتقول لك انا خدم معايا. وتبارك الله عليها، ومازال دابا عندها عامين في العمر ديالها، 2 ans، ومازال دابا كتقول لك ارى ما عندك، اذا عندك شي حاجه تعلمها لي يعني اراها لي. وتبارك الله عليها، يلا نمشيو نتعرفوا عليك. زين زين سي بيان. هاك زين الزين ديالي، نشوفو يبان لي شي هنايا. سي بيان، هاك زين زين، اجي هنايا اسي ماشي ميشا. سي بيان سي بيان. ياك زينة، زينة خا تعمل لي اب. سي بيان حبيبة، بالتحية للحباب. سي بيان كوشي، سي بيان اسي اسي، اب اب زينة، عمل لي اب. سي بيان، با بوجي با بوجي ياك زينة. سي بيان، با بوجي اسي. كيما قلت لكم، هادي ياك زينة الزين ديالي. اجي حبيبي عندي، اجي زينة بيان، اجي عندي حبيبي. اجي ولا الزين، الغزالة الغزالة الغزالة. هذه هي العنصر الثاني اللي في العائلة. دابا نوريكم الفيديو ديالها ملي كنت باقا صغيرة، كنت يلا جبتها. نوريكم الفيديو ديالها ان شاء الله تعرفوا عليها. It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. كنعقل واحد النهار كيما قلت لكم، كنت يلا جبت زينة، يلا جبتها بالنهار بحال دابا اليوم. كنت جلست معايا ان جوغ، و النهار الثاني ولات كتجلس معايا بحال اللي جالسة هي دابا. هايلة، ديما كيعجبها منكم جالس تجلس معايا. هايلة، كانت كتغير مني بزاف، كتغير يعني لدرجة كتغير من صحابي. ما خصتش شي واحد يقرب لي ليا، انت واحد الحب في شكل الغزالة ديالي، الحب في شكل. ونخليكم مع واحد الفيديو اللي كنت باقي صغير. ثانك يو. كاد اونسيون اونسيون، ان شاء الله يعني نوريكم بزاف ديال لي فيديوز ديالها والمستوى اللي وصلت فيه في الدريساج. غير نفعلوا معنا مع الاصدقاء ديالكم، و ضغطوا على الجرس ان شاء الله. يعني نحطوا بزاف د الحاجات ديال الدريساج كيفاش تعلم الكلب ديالك. شكرا على المتابعة، ونتمنى انكم تكونوا في حسن ظنكم ان شاء الله. تشاو. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired.
to pay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more.